حفرد لغو علي مساري قراد عبد الله احمد عبد الدعال وكمن نقونا يقول هدقان كسو ماريد ايا لغو قبطي قلبات كما قالد ابوه اللي حفرد عانا شبك قرادك بلوين تآذر احمد قراد اي كسو قيب قران اسم وحكارد عقال سيك لجنود امان الكسو مالي دو دكتو وحسسو كلا كسو قيب قليب وفتيك كلا جميل سومالي لان بوتلان يا دولة ديان كسو ماليد وسيرك لان يردي عيارها سومالي لان عبد الشيد حاج الدعال قنبي ادمينرال عبد حرسي الدعالي يسيدو كالغوفتي وقامين يوسير دولها وسارد وقرشين تي سكاشي يحيرك عالمك ايبوتلان شاكر محمد حاتي قريد مامولك قبل كدولو مسؤولين كسعيد دقموين كقبل كدولة ايدولة ديان كسوماليه دقموين كوردير يدانود وحان شيغ يا وحان هاي شيف عاقلك ايدول بحانتي وحبادن بان غراد سيو تشوغي عانا شوفي ستشوغي وما دايم وقتي هذا دايم وقتي أما عن كور هي إساس أطة أما تيمي ما أعرف ولا جي ده ده أنا وأركيسان قال عبد الله قال عبد الله أحمد عبدي أنا شو بكيسا يا أوتي ما عدين أنا هنا أنا تاجنا هاي ما كان شيء شبع عقلك يا هاي كوبو مالي كوبو مالي كوبو مالي كوبو مالي تيجي يا جراتك وانو صدرناي وانو اذن هركناي وحولي الهو وكوتو كذا وانا اقدب وقراد انو صحولناي او كنسناي او اقلهاي اساقنا وحال لين هاي كوكو مالي ايش هذا احمد وحي دورت عبد الله احمد سلوك إلهي أكو قولي حلك عانود وطورني وحال لنا يا لما الله يسيو فعل إلها شفاك وأفصار وشرك ومله قلت ملك هو حلك شفاك وأفصار وكو السلام لنا قراتك أدارنا بيش هذا أحمد markii hore waanu dooranay markii labaadna waanu shaacinay maantana waa caleema saarayna idinka nagala soo qayb galay markii sharaftaanu idin fidinayna waanu idinka mahad celinayna marka koobaad waxaan ahay nin majeerteena nin maxamuud saleebaana nin ciise maxamuuda caaqil abdirahmaan caaqil saciid caaqil balaal iyada marka labaad oo kaleeto waxaan rabaa قرأت كعاد مانتا بيش هذا نحمد سوقد بسي وإن اللقاء هذا ني وإن اللدور ني أني هو إسلام يا بقر بوكيل كا ومحمد سليمان وكم تريا وإن اللقاء هذا ني وإن اللقاء مركب كوبية طمنا دعوة كوي مركب كوبية طمنا معاتر هذا كوكو مالي قرأت كوكو مالي كوكو مالي كوكو مالي كوكو مالي قرأت انت وحي الرأة انت وحي الرأة هذا أحمد بن هلك المدرمي هذا أحمد ورطة وانو وانا راح دول بانتي وقادة نينك استوبة وقادة هذا أحمد هدي ذان قرأت ميسو مري إيا ميسو تاقي إيا ميسو كهر ليو هدي ذان دين عيسى بوهن إذن كهر وقادة يا أيوة عن كوة الدين لا إن ريركا كدورتي أنا قران مايو تيلب كلنا الشيء waxaan leeyahay dulbahaanta oo dhan baad u tahay garaad ee daarood oo dhan baad u tahay garaad harti baad u tahay garaad soo dhawow baan leeyahay een magacayga baashe muuse maxamed baa leeyahay een hadii gabad galbeedka burca la yiraahdana waan ahay laakiinse waxaan toos uga soo degmada gaashaamo een waxaan ka mid ahay odayaasha mas'uuliyadda ka timid degmada gaashaamo ee gobolka jalar labada dhinacba waan matalay dhacinka dhankii laga dhigaba rag badan oo kala iskarin halkan iga muuqdaana waa jiraa soo kareena waa ay muuqdaan taa intaasan ku dhaafaya barashada tan labaad waxaan leeyahay waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa belweynta aadan axmed golahan wanaagsan ay bilan ee maanta inagu soo dhaweeyeen annagoo amartay sharaftii ka nimi degmada gaashaamo una diyaara inaan ku caaleemo saarno قرأت كبيل وين تأذن أحمد قرأت عبد الله أحمد عبد الدعالة سبحان الله هاي ما أنت سلوي حكوب بنانا ما أنت كوب بنانا سلوي حكوب بنانا
إن أتقفل بطل هذا وأرنا كادونتو كادونتنا ويردو مركا ما تويه لقاب لابا كوبا بنانا أنا قو كوكيلة بلوين تقولت قراد بركض وقوله هذا لغنكا عن السلام يا كسوغب قلياش حفلة دا سلامة إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كبعدي وحن حل أورنا يا آذن أحمد آذن أحمد وقرأت كوادي نوكا انتين وانو إذن لك غاضن مقعي قوح الليلة ذا تشيف عاقل علي عدان علي وحن هاي تشيف عاقل كقود عبران وحن أنا هاي وكيل كسلطان وحن أنا هاي وكيل كسلطان ك بيلها عمران سلطان محمود حاج حسين نور علي وحان أقود عينا يا قرادك إن إلهي حلك أكواس ترو يا بنو سولوين الله حلك الله فضي يا نولانا حلك قرادك الله فضي يا نولانا إن شاء الله إلهي وفضي دينا يا إلهي حلك أكواس ترو وحا سوق بعدين يشركة قراد عبد الرشيد عثمان إسماعيل oo maqan dibadda ku maqan ayaa shirka soo gobaadinayay marka labaad maanta waa duco iyo soo dhaweyn soo dhaweyntii de waa taa inuu u fadhino ducaduna waa taa qof kasta oo ka caawu ducaynayo ilaahay subhanahu wa ta'ala aan garaadka hawa aqbalo ducada hawa aqbalo iyo wax seegseegtay qabiilka qayaal la yiraahdo baan anigu ahay aad u taqaaniin عبد الجراد نوال اللي يراها مركي ورا قيادة والود عليه سر لكن هذا الواي عام بحضي ما يفوق بين قاعدوا اللي بس يعلن كرو بل مركي ورا رئيس الجراد كهو حاله ناي كهو ماله هذا الله مغليا بقرتو يجلس في مجلس سارم تهاي أو سن عدنا وضرب فرسنا أنا يدين شيء هذا أحمد بن مغليا فرح الجراد بن مغليا أنا كم مجلس أنا وسارم يدين شيء أنا لودة قست نكاس وحب بقر وياه مركور إسلام وحب بقر وياه ذات كسوماليات وحب بقر وياه الدارود وحب بقر وياه هرتي هل كان مركز شوكت نكاس عيد هرتي بقر وياه والما مغلسة إلى هذا واحد كنك تا إلى هذا مديا كنك ربي قدو إلى هذا واحد مريسا هل كي جرى العبد قني إلى هذا وكذب ربي قالوا متجر العبد قالوا كلا إلى هذا ونو قدي جرات هو جرات أمدت وجرات جوال كعي وجرات إس إس وجرات سوماليات ما علنت اللجوء عن شبيه أو ما أنتوا كلا خصب كإلى هاي أسو خصب أمد سوماليات نبت جلية يسيرة أي أبدا عيسو ما دحذنا سنة على وجه جبالي جرات الله كذب mid wixii loo doortay ilaahay faansiyo oo baahida loo doortay ka jawaabi kara ku soo weynaynaa waa kula shaqeynaynaa waa ku garab taaganahay hadii aan anigu sheego anigu waxaan ahay halkan waligaa walba iska sheegayay chief caaqil aad ood wadaagtaan degan wadaagtaan dad wadaagtaan dal wadaagtaan chief caaqil faarax abdullaah baan ahay reer daahira baan ahay reer yuusuf baan ahay dadka ugu badan ee degan ahaan يدلهم بعد وقتهم من مثلا مقعي وحوية جامع عاقل جامع حسن عاقل حسن وحانا هاي بيلو انت محمود قاس دمان تيو وحانا كم دا يصنع هاي انا ندورنا وسود وينو قراتك عبد الله احمد عبد دعالي بلشاد قيبه اذا كل دوان انا قو قوح الله يا مقع قبل كدولة iya magacayga waan ku faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galo farax in go'een calaamada saarka garaadka abdullahi ahmed abdi wixii la dhihi lahaa oo dhan waxa yidhi uqaashe halkan ka hadlaysay waxaan leeyahay garaad hambaliyo hambaliyo dadkaaga iyo ummadaada iyo dalkaaga waxaan kaaga rajaynaynaa wanaag waan kugu faraxsanahay waan ku soo dhaweynaynaa
ummada muuminiinta ka cusaysa gaal iyo islaamna lagaaga magan yahay ila buuhood la dhaxdeeda ila afarteeda jahaba waxa dhibaato ka jira inaad nabad ka doonto oo wanaag ka doonto oo sharaf ka doonto oo ummada heshiisiiso oo ummada dhibaatooyinka dhex ka dhex jira aad dhamaantood solve garayso ilaahayna waxaan kaaga baryayaa inuu dhamaantood ku sakhiro oo ku hagaajiyo aniga oo aaminsan oo boqolkiiba boqol ku faraxsan in wax allaale oo jiraba aad xalilayso waxaanu rabnaa keliya isna cabdulaahi keliya ma aha dhammaan isnimadeena dhulbahante waxaanu halkan uga fadhinaa isbeddel isbeddel baa u baahanaa siyaasadeed mid dhaqan waa haysanaa laakiin kii siyaasadan doonaynaa waxaan rabnaa isnimadeennu inay mid nagu tirayaan ama adduunka ama aakhiro midna ma joogno maanta haddaan dhulbahantana runtaa isku sheegna xaaladeennu waa la soconaa buuhoodlana waxay lafdhabar u tahay soomaali soomaalinimaduna waxay laba masale ilaalisaa midnimada soomaaliyeed diinta iyo midnimada soomaaliyeed labadaasaan aanu kugula dardaarmaya garaad cabdilaahi axmed cabdiducaale ayaan soo dhowaynayaa waxaan halkan uga hambalyaynayaa garaadka iyo meesha aadan axmed waxaanu ka nimi wafdidayada soconaysay ilaa gobolka maroodi jeex ilaa gobolka saaxil gobolka sanaag gobolka togdheer iyo gobolka gobolladaas oo dhan baanu ka soconay oo ka nimi waxaanu nimi si mugle oo talaysan oo nadaamsan ayaanu uga soo qayb galay waxaan leeyahay garaadka sida bilan ee reerku u soo doorteen ee keeneen ee u shaqeeyeen ee noo casumeen ilaahay waxaan ka baryayaa dadkii ka shaqeeyey miisaanka xasanaadka la hawsaaro waxa weeyaan kuwa yareer aha inagu daydeen oo wax wanaagsan aynagaga daydeen kuwa waaweynna dardaarana ka tageen hadalka waa lay dul taagan yahay garaadka dardaaranku waxa weeyaan garaad waxaad iska ilaalinaysaa waxayna qolada tabliiqa idhaahdaa afar nina geli mayno afar waa la yaraysanayaa labaatanka usuusha la yidhaha labaatanka usuushuna waxa weeyaan dhaqanka laftooda leh marka waxa weeyaan horta waxaad iska ilaalinaysaa gareexo waxaad iska ilaalinaysaa guddoon jilicsan waxaad iska ilaalinaysaa gacan guran waxaan leeyahay ku soo dhowow garaad bahda dhaqanka soomaaliyeed ku soo dhowow dhaqan dee aad u tahay kii u dambeeyey awal aniga waxaa la caleema saaro ugu yaraayo daahaanna qolada meeshan maraysa ugu yar marka maanta waxaan helay horta garaad aan xilkii ku wareejiyo xadhigga ilaahay qabso markaad xadhigga ilaahay qabsato ilaahay garabkaaguu taagnaanayaa maanta oo dhan waxaa lalahaa ilaahay xilkaa kugu asturo xilka wuxuu kugu asturayaa markaad ilaahay garabkaaga taagan yahay waxaan leeyahay garaad soo dhowow farxadna way noo tahay inaan maanta kala qayb galno boqortooyadaada ama saldanada ama garaadnimada meel dheerna waanu kaaga nimi sidii saaxiibadiiga horeeyay sheegeenna waxaanu kuugu nimi wax weeyaan wax kale maaha waa ood weeye soomaaliduna waxay tidhaahdaa oodi ab ka dhow dardaarankan ku leeya waxa weeye hawsha halkaaisaga riix odayaasha ku riix waxay kuu keenaan go'aami adigu waxay kuu keenaan go'aami ha ka hor imano talada anaa odhanaya ha odhani laakiin go'aankooduun gebagebay laakiin ninkaa reer buuhood halkaa lagu caleema saaraya eebgaraasaa beeshaasi caleema saarayso awgeed baan u soo baxay aniga iyo saaxiibadeeda faraha badan ee salaadiinta iyo cuqaasha iyo culimada iyo codkarkaba leh arrinkaasaan u soconay han badan baa igu jira in aan meel fog wax gaadhsiin karo anigaoo kaashanaya dadka maxaan ku dhahday isimadii hore iga horreeyey cuqaasha mutacallimiinta culimaawdiinta dhammaan dadka ku nool deegaankan kuwa kale ee maxaan ku dhahday deegaan markaan leeyahay waan ka hadlayaa soomaaliya oo dhan baan ka hadlayaa waxaan rabaa keliya maaha siyaasad waa dhaqan intaan dhaqanka ka ogahayna dhaqanku waxa weeye dhaqanku waxay ka taliyaan samaha
iyo waxa weeyaan maslaxada bulshada ay mutalaan bu ka taliya ninka dhaqanka saan anigu deeq ku aqaano aniguna taa weeyaan isu taagay.